تم أخذ عينات ميدانية من سوسة النخيل الحمراء التي باتت تهدد أمن المزارعين ودخلت إلى قطاع منذ عام 2011 من الأراضي المصرية، وبعد ذلك تم تربية هذه الحشرة في المختبرات، مختبرات الجامعة الإسلامية كلية العلوم، وبعد ذلك تم التطبيق المخبري لهذه الفطريات، فطر البابايا غسينا وفطر الميترايزا انسوبلان. تم الوصول إلى نسبة قتل تصل إلى 100% من خلال التجريب بفطر الميترايزا وفطر البافاريا على طور الحشرة البالغة، حيث أن الحشرة تتكون من 4 أطوار: طور البيوض، ومن ثم اليرقات، ومن ثم الشرنقة والحشرة البالغة. زي ما بنلاحظ أنه تم تربيتها على وسط غذائي قصب السكر، وهو شبيه بالمادة السكرية الموجودة في النخيل، حيث أنها تتغذى على الألياف النخيل، ومما تؤدي إلى تدمير الشجرة بالكامل. من التجريب المخبري تم الوصول إلى نسبة قتل 100% لحشرة سوس النخيل البالغة وأيضا اليرقة، مقارنة بالمركبات أو المبيدات الكيميائية المستخدمة في القطاع الدوسبان والكونفدور، كانت لا تصل أو لا تتعدى 35% في القتل مقارنة بالفطريات. من هنا يعني يتضح أن الفطريات المستخدمة في برنامج المكافحة الحيوية هي عبارة عن فطريات سليمة، ليس لها أي تأثير على صحة الإنسان ولا الحيوان ولا البيئة، آمنة بناء على الدراسات السابقة المعمولة من قبل منظمة الصحة العالمية. كما نلاحظ أن الفطر يتغذى على الأحشاء الداخلية لسوسة النخيل الحمراء، ومن ثم يستمر في دورة حياته حتى يغلف الحشرة بالكامل. هذه عبارة عن حشرة مغلفة بفطر الميترايزا، وهذه حشرة عايشة يتم الآن إجراء تجارب بعد التجارب المخبرية عليها. هل تؤثر سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل، حيث تعمل على التغذية على الألياف الداخلية لساق النخيل، وتعمل يعني في النهاية على موت الأشجار؟ طبعا إذا ثبت أن يعني هذا الفطر يعمل على يعني قتل اليرقات والحشرات بشكل يعني فعال جدا، يتم اعتماده بشكل أساسي. كان هناك 16% من أشجار النخيل يعني اللي تم فحصها مصابة، الأشجار اللي تم موتها أو القضاء عليها من خلال سوسة النخيل يعني تصل إلى من 3 إلى 5%.